قعدنا ساعتين تحت الارض، جبت انا وولدي ومرتي والبنيه ماتت ليا حدايا انا. هنا عندنا تقريبا 85 رامي ميته، وداك الدوار حتى هو شي 40 ميته. الدوار ما بقى فيه والو. انت هاد الاثار ديال انا تحت اللي نقذ انا ساعتين تحت الارض، جبت انا وولدي ومرتي والبنيه ماتت ليا حدايا انا. صافي دابا واش باقين كيجبدوا الناس؟ باقي الناس تحت الارض، باقي طاح علينا دابا الجبل، دابا الدوار تحرك والجبل زاد من الفوق تحت داز على الديور. كاين اللي ما غاديش كاع يتجبد، ما يمكنش يتجبد. وهادو اللي كتجبدوا اليوم واش تجبدوا حيين ولا ميتين؟ لا كلشي ميت، كلشي ميت. اللي تجبد في هذيك الليله يمكن تيكون حي، اللي بقى حتى الصباح والغد ليه مات. بنادم خانز تحت الارض تنجبدو وما تقدرش تفنوه، تلقى بنادم مدوب. غير هنا دابا لقينا فيه خمسة الناس، الراجل ومرته وثلاثة د الولاد. الولد الدري لقيناه تاير ضاع مو ومات في البزولة، وبا هز جوج بناته وماتوا ليه في يديه هما بثلاثة، وولد والبنت هي والمرأة والدري هي خمسة الناس. ما خلاه هو والو، هو مشى هز الثقل ديالو مشى في حاله. وكاين ما ثلاثة أربعة خمسة كل دار ما بقات بلا ميتة. وباقي الان الناس كتجبدوا؟ باقي الناس تيتجبدوا، باقي ما تجبدوا كاع، باقي الناس تحت الارض. وكيفاش كدوزوا النهار ديالكم والليل ديالكم؟ النهار الشمس والليل كاينه البرد. محسنين هما اللي تعاونوا معنا. شنو بغيتوا دابا؟ شنو النداء اللي ممكن تجيبوا؟ النداء اللي بغينا دولا تشوف حالنا، تعاونوا معنا، تبنيوا لنا شي حاجه فين نستقروا حنا ولادنا، راه البرد جاي. حنا دابا الا بقينا في هاد الحاله راه يمكن غادي نموتوا حتى حنا. هذا عذاب اخر. عذاب عاوتاني، عذاب تنعسوا غير في الارض، الفراش راه باقي تحت الارض، حنا تنعسوا ما تنتغطاو ما والو. والناس كلشي تجمعنا في واحد الدور، هذا الدور راه ينغد فيه واحد اللوسعه ودرنا فيهم الخزاين، وتجمعوا العيالات والبنات وكلشي تجمع في مره واحده في بلاصه. حنا راه مكرفسين ديال بصح فهمتي، والدينا جبناهم بيدينا فهمتي، جبت امو جبت جدا، كاين اللي جبت ولدو مو با، كاين اللي بقى يتيم اصاحبي. ها هو السيد الدري باقيين لي والدي متحط راه اصاحبي، راه كنحفروا بيدينا وما كاينش حتى اللي يعاون، حتى السلطه ما كايناش اصاحبي. اللي جاي يعاونك اصاحبي يجيبوا لنا مطاريا، اللي يجيبوا لنا شي حاجه، راه شو اصاحبي راه مكرفسين، راه لا اله الا الله، راه كلشي. انا ضاعت لي امي وجداتي والدوار كامل، عائله كامله صاحبي، عائله كامله على قدها، كلشي الدوار كامل مشى. حنا كنخدموا في كازا، كون جيت نصيفط نجيبهم ما ياكلوا والدينا، ولكن جينا راه ما لقينا حتى حد، راه لا اله الا الله، راه مكرفسين ديال بصح صاحبي، وباقي الناس اخرين مكرفسين، وباقي الناس في الطراب صاحبي. ها هما هو الدري صاحبي عيطوا، جي نوريك الدري، هو باقي مو با وولدو وبا صاحبي، راه بزاف صاحبي. واش هاد الجبد اصاحبي؟ هذا باقي حتى واحد ما وصلوا اصاحبي، راه بزاف اصاحبي، عاونونا اصاحبي، ديروا شي حاجه، راه باقيين محتاجين معاونه لدابا اصاحبي، راه الناس باقيين تحت التراب، راه بزاف والله الا بزاف. هاد الشيء كنطلبوا من السلطات يتدخلوا في هاد الشيء، وكنطلبوا من المحسنين يشوفوا من هاد الشيء، راه حنا مقهورين بزاف ومضرورين، وعندنا بزاف تاع الناس تقريبا 90 واحد ولا 100 واحد جبدات، باقيين اكثر من ديال من 100 شخص باقي هنا. وكنتمناو من السلطات يتدخلوا في هاد الشيء، وكنتمناو من سيدنا يتدخل في هاد الشيء، راه حنا المرشحين راه ما شفنا حتى واحد، والتراكس وحده اللي خدامه عندنا هنا راه ما واصله والو، وما شفنا حتى واحد من هاد المسؤولين اللي عندنا هنا، وما شفنا حتى واحد، وحتى واحد ما وصلنا هنا، خلي البرانا وصلنا هنا. وكنطلبوا من المحسنين، وكنطلبوا من الجمعيات، وكنطلبوا من الناس يصيفطونا شي تراكسات ولا شي الات باش نحفروا نجبدوا الناس، ويتعاونوا معنا يوقفوا معنا يديروا علينا بحال داكشي ديال الريان. وكنتمناو من الناس يعاونونا، راه حنا مقهورين بزاف. وتخيل دابا حنا هنا 90 90 واحد راه باقي ما باين فيهم حتى واحد، وتراكس وحده تحت التراب 90 حاليا جبدوا، قال لك شي كذا و30 ما بين الدراري الصغار والكبار، وكان اللي ماتوا ليه والدي هنا، وكان اللي مالو كاملين 200، ما كانش شي واحد حي، وباقي الدراري الصغار هنا، وباقي شحال من واحد مشاو ليه والدي، وشحال من واحد مشاو ليه وليداته، راه حتى شي حاجه ما كاينه. وتراكسو حداش غادي لك دابا، حنا راه من الحسينين هما اللي كيجيبوا لنا ما ناكلو هنا، وهما اللي متعاونين معنا، كنطلبوا من السلطات ومن الجمعيات، وكنطلبوا من المحسنين يصيفطوا لنا شي الات يتعاونوا معنا، راه الناس هنا راه مقهورين بزاف. تخيل انت صاحبي دوار واحد مشات لك فيه 100 واحد، وواحد الدوار هو 35 واحد باقي كاع ما وصلوا،
تخيل انت 35 واحد باقي مدفونه تحت الارض وباقي ما وصلها حتى واحد وباقي اصلا الطريق هي الاخرى باقي ما دايزاش والناس باقي تخيل انت دابا الناس 24 ساعه دابا هما تما ولا 48 ساعه وتخيل غتكون الريحه وتخيل بنادم مشاو ليه والديه ومشاو ليه وليداته وبزاف الناس وحنا راه حاليا راه والو راه حنا كنفرشوا الارض وكنتغطاو بالسماء راه حتى شي حاجه ما كاينه الله يرحم لكم الوالدين حاليا حاجه وحده اللي بغينا ما ناكلو وبغينا شي الات ولا شي تراكسات ولا شي حاجه اللي يجبدوا لنا الناس ما بقينا كنفكروا في الديور ما كنفكروا في المعيشه ما كنفكروا في المستقبل ما كنفكروا في حتى شي حاجه الله يرحم لكم الوالدين بغيناكم يردوا لنا كما درتوا لذاك الدري ريان وتوقفوا معنا وكنتمنوا من جلاله الملك يشوف هذا الشيء ويتواصلوا معنا الناس الله يرحم لكم الوالدين.